اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده من برنامجنا الشهير اكله امي. بساطه، سهوله، مرونه، لا فراخ ولا لحمه ولا سمك. النهارده البساطه في ايه يا عم الشيف؟ معانا بتنجان ابو قلب ابيض الحلو، ولكن البتنجان اللي انا شفته امبارح وانا بعمل المشتريات بتاعتي شفت نوع بتنجان لطيف وجميل. الشكل بتاعه مش اسود قوي، معانا ده وده على فكره، بس ده عجبني شكله، شكل الموف الحلو ده. هعمله النهارده طاجن مع الحمص الشام، يعني بروتين نباتي، ولكن وبرده هنا في بتنجان اسود اهو، ده بتنجان وده بتنجان، ده مش خوخ. ها ايوه هو ده، بس هو شكله لطيف واحد. ايوه لا لا، ده بتنجان. هنعمل ده دلوقتي طاجن بالحمص الشام. حمص الشام غني جدا بالبروتين النباتي، ولكن له مشاكل مع الناس اللي عندها مشاكل مع القولون، الجهاز الهضمي. هنعالج ده واحنا واقفين مع بعض في الطبق نفسه. معانا الباميه الويكه، بحيي طبعا الريف المصري والصعيد المصري واهل اسوان والاقصر وكل الحبايب. الويكه اكله مصريه اصيله، هنعملها النهارده بشوربه اللحمه. عندنا شويه شوربه لحمه في الثلاجه حلوين متسبكين مخدومين، هنعمل بيهم ويكه النهارده، ونعملها بالطشه اللي هي التومه مع الكزبره الخضراء. الصيف وايام الصيف والحر، وبادئ النهارده درجه الحراره 40، عايزين نعمل السموزي، بس السموزي ده نضرب عصفورين بحجر، يعني يساعد على الهضم وفي نفس الوقت يلطف الجو. فهعمل سموزي النهارده بالخوخ بالزبادي، لطيف وجميل، ممكن تحليه بسكر او عسل، ولكن الخوخ بتاعنا بتاع سينا والواحات مش محتاج لا سكر ولا عسل، هو طبيعي مسكر. الخوخ زبادي، دسامة قليلة دسامة كتير اختياري انتوا، يعني الحالة الصحية. والله انا بحب السموزي، عايزة زبادي دسم عالي دسم قليل اختياري. معانا خوخ بتاع سينا او الواحات، بروح عند الفكان يقول لي عندي خوخ يا باشا النهاردة، شفنا يا جميل بتاع الواحات حكاية، بتاع سينا مسكر سكر، وانا بصراحة لا احط سكر ولا عسل، هكتفي بالسكريات اللي موجودة في الخوخ، طعمه زي العسل مع الزبادي، ونقلل من السكر للأمانة. يعني أنا مش هحط، أنت عايزة تحطي أهلا وسهلا، تعالوا نعمله مع بعض. بس طبعا قبل ما نشتغل فيه لازم نغير جلافظاتنا، إيدينا نغسلها عشان هنمسك الخوخ بإيدينا إذا هنشتغل في المطبخ. السكينة بتاعتك من فضلك، الحاجات دي كلها علشان العصير ما يكرفش منك، لأن الأكلات بتاعتنا كلها فيها بصل وتوم. بتقطعي بطيخة حلوة، ما تكسليش تاخدي بعضك وتجيب سكينة حلوة. وايه المشكله لو جبت سكينه حلوه كده للفواكه، وبعد ما تخلصي بتلفيها في كيس بلاستيك او في شاشه وتخليها على جنب، دي مكتوبه بتاعه الفواكه، لان السكينه لما بتستخدميها في بصل وتوم كتير مهما تغسليها برضو بيبقى فيها ريحه البصل والتوم من ناحيه المقبض بتاعها، من ناحيه الخشب، من ناحيه الحديد. الحاجات دي كلها لازم انوه عنها، لان ممكن تقطعي بطيخه حلوه طعمها زي العسل، وانا محظوظ في البطيخ السنه دي بصراحه، ما جبتش بطيخه والا الاقيها طعمها زي العسل، اخر واحده كانت امبارح. سكر زياده، عايز ادخل اهو كده، قول لي بره ولا جوه. طيب تعالوا مع بعض نعمل سموزي الخوخ بالزبادي، ونحط معاه ورقتين نعناع حلوين حكايه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا متفقين انك انت الخلاط علشان يقعد فتره طويله عندك ويعمر عندك مش لازم تحطي تلج وتكسر، مهما يقول لك بقى ان الخلاط ده بيكسر تلج وبيعمل تلج، انت حط الفواكه في الديب فريزر تتجمد شويه وتبقى فيها بروده عاليه. ده السموز اهو، ده اهو بالشكل ده كده. ده بيغنيكي في انك تحطي تلج، خلي بالك. والزبادي برضو يطلع من التلاجه تبريد، ده يوفر لك وتضمن ان الخلاط بتاعك يبقى عمره طويل عندك، يعمر تورثيه. خلي بالك ما تستهونيش بالحاجات دي، وهي الحاجات دي عشان تشتريها تاني برضو بتلاقي سعرها غلي والكلام ده، فحافظي على الحاجه بتاعتك، مش تجيبي لي تلج وتكسريه بقى وفجاه تلاقي السكينه بتاعه التلج او سكينه الخلاط اتعوجت بوظت لك الدنيا. ورقتين نعناع اخضر، نعناع مع الزبادي. اوعي تحط العرق بتاع النعناع، هيجيب لك مرار، ربنا يكفينا شر المرار. حلو الكلام، حلو الكلام. حط شويه حليب برضو، حليب مسلك، حطش ميه، لا عصير، ده عصير ده حكايه. ده الزبادي بتاعنا
يساعد على الهضم، صديق الكولون، معانا مشاكل مع الحموضة، معانا مشاكل مع ارتجاع المريء، أي مشاكل إن كانت تخص الجهاز الهضمي، زبادي وخيار. أنا مش عايز أحط سكر، بس أنا في واحد بيقول لي حط معلقة سكر أشيف عشان أشرب منه، فأنا هسمع كلامه عشان ما أحرموش منه بصراحة يعني، معلقة سكر واحدة بس تكسر الحموضة بتاعة الزبادي بس وخلص. أو تحط عسل، بس أنا ما كنتش عايز، بس أنا إيه علشان هو ما يزعلش مني. دي الكاسات، ده صوص فراولة كده، هنعمل إيه حركة حلوة كده مع بعض دلوقتي، بس خلونا نشغل الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا. خلص الكلام يا عم الشيف، هو ده القوام وده الجمال. نضرب عصفورين بحجر، احنا اولادنا قاعدين السفره، ده عم سفرتك، الاولاد بيحبوا الحاجات الحلوه دي. كاسه دي صورني معاها يا شفيق، الله يرضى عليك. ايه ده ايه ده، مصطفى اجازه النهارده، مصطفى شفيق حبيبها، هو يحب الحاجات دي. شفت العصير ده، العب يا سمك. حطها كده، هو ده تمام. تشربيه بره ليه؟ ممكن تحطي بدل الفراوله شوكولاته. شفت الجمال؟ بهدها لك دي يا مخرجنا، العب. هو ده حلوه، لوحه فنيه. الله عليك، العب. تمام. لا اللي بيسالوني بيقولوا يا شيف مغازي، والله شفت لدرجه اهتمام المشاهدين، والله بجد العصير اللي بيفضل في الخلاط ده بيروح فين؟ شفت المشاهد؟ بقول لهم بخليه في الاخر بعد ما بنزل الستاره، والمخرج يقول لي فينش او فركش او ان احنا خلصنا، انا بشربه وبهدي منه لحبايبي. خلي بالكم، تسالونا على العصير اللي في الخلاط. لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن السفره بتاعتنا لها معاني كتيره ولها تفاصيل كتيره. اذا كان الويكا من قلب الريف المصري والصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيره، مناره الاعلام في الوطن العربي والعالم كله، اذا كان طاجن الحمص بالبتنجان اللطيف الجميل اللي هو فيه تفاصيل كتيره، والبتنجان الحلو الصغير اللي لونه عجبني، ممكن نستخدم على فكره البتنجان الاسود عادي، ده وده اختياري يعني، او البتنجان العروس الصغير. وعجبني قوي السموز الحلو ده كده بعد الاكل، يساعد على الهضم وكمان يلطف الجو في ايام الحر. تابعوا الشيف المغازي على شاشه القناه الاولى دايما، والفضائيه المصريه برنامجنا اكله امي، اكله ست الكل، اكله الحبايب، ما نقدرش ان احنا نسويكي ولا نقدر نعبر عنها الا ان احنا نتكلم ونقدر تفاصيلها بنشوفها دايما على شاشه القناه الاولى. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.